الوغ دابا عماد بن عمر جا واحد الوقت تحدي مسال دا خويا دري ماشي تحدي انا نديروه ولكن قدام بوبليك على البوبليك كاين كاينش وجه لوجه حنا تقدم الموسيقى كنتحدى ياسمي رايز الوغ تفضل انا خويا ندير داكشي اللي كتقول لي لا سخفتش لا سخفتش من بلاصتي انا معاك صافي لا سخفتش من بلاصتي راه كاين الموسيقى ديال الرعب دابا غير باش نقول لك الطريقه اللي كنخدموا بها ديما هو انه قبل ما نبداو ليميسيون كنجربوا من بعد لان قبل لان كيطلب وقت ماشي غير اجي دابا غير في سبيكتاك كما كنديروا في سبيكتاك ديك الطريقه الاولى باش انا ندخل لك ديك الحاله كطلب واحد شويه الوقت ما عرفتش شحال هذا الوقت مابقاش بزاف ولكن غير تجربوا شوفوا شي حاجه اللي خفيفه خفيفه اوكي جربوا دونك ياسمي رايز هاو معاك دونك دابا دونك شي الهضره كي بدات كتلف اذا نشوفوا حاجه اللي هي خفيفه كما قلت لك هو اي واحد اللي كيبغي غادي يديرها لانه اللي طلبت منك تغمض عينيك غمض عينيك باغيكم تبع حلهم الطريق دابا كيفاش كنتي كتحس حسيتي بشي حاجه ماشي هي هذيك ما حسيتي عادي قلت له واش حسيتي قال لي صافي بدا كيدخل دابا هذا الاحساس نيت هذا اللي كنتي كتحس به هو اللي كيكون كيحس به واحد ايبلونسيزي يعني كيبقى كيسمع كلشي كيحس بكلشي كيكون في واحد ليطا سكون ونقدروا نديروا شي تجربه اللي هي بسيطه باش نشوفوا لي سوبكونسيون انا ماشي ليبنوز ولكن باش نشوفوا لي سوبكونسيون كومون الي بويسون مثلا قلت لك تجمع راسك من الرياسيون بارفي في تري بيان الوغ دابا شويه ملي غنحسب حتى ثلاثه ونقول لك تسد عينك باش غادي نخدموا بلو سوبكونسيون ديالك غادي تخيل داكشي اللي كنقول لك غير داكشي اللي كنقول لك غادي تحاول تخيلو غادي تنسى باننا حنا هنا في شدا اف ام باننا كاين اللي كيتفرج فيك غادي فريمون غتمشي افون لان هنا مازال انا ما بديتش انت دابا نشوف العقل ديالك شنو غادي يدير دابا شويه ملي غادي يشد عينو ناني غادي نطلب منه غادي تخيل ان كاين ما بين يدو واحد كاين واحد ليمون واحد المغناطيس ما بين يدو هنا كاين مغناطيس هنا كاين واحد الحديد وغادي نشوفوا شنو غادي يوقع على حسب ليماجيناسيون ديالو السوبكونسيون ديالو الوغ اتونسيون اني اريزونا بارك اقامه سكنيه خاصه في كارتي فيكتوريا بوسكورا بناء مشيد بهندسه مطابقه للمعايير الدوليه تجهيزات عصريه ويمكن لك تلقى كل المساحات اللي توالمك من 80 حتى 120 متر مربع ابتداء من 9000 درهم للمتر للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم الاخضر 0802-00-00-10 او على الصفحه الرسميه فيسبوك اريزونا ايموبيليه او على الموقع الالكتروني www.arizona.ma لو اتونسيون اني حتى نحسب حتى ثلاثه كون دو 3 غادي تسد عينك يون اتوندو غادي تنفس مزيان من نيفك تري بيان غادي تخرج فمك تري بيان طلع من نيف حبس لداخل اي خرج من فمك تري بيان بارفي عاود واحد المره ثانيه لاحظتي بديتي كتحس بواحد الراحه لان هذا هو التنفس اللي هو صحيح عاود واحد المره ثالثه اي خرج تري بيان بارفي الوغ اتونسيون سد هاد اليدين بحال هكذا افيك لو 1 لو 2 اي لو 3 سد عينيك كان ديتوندو ريلاكسي كتسمع الصوت ديالي كتحس بكلشي كاين واحد شويه كتسمي سي نورمال لان عينيك بسودين ديزي كتخوف داك ليطا وكتبقى شاد ليكيليبر ديالك الوغ اتونسيون ناني عمرك تخي راسك فواحد البيت تسافر داك البيت بوحدك تخي داك البيت تخيل اي نوع ديال البيت اللي بغيتي ولكن يخرج بشدا يفهم شي واحد البيت تخي بيان بارفي في عقلك انت كتسمع الصوت ديالي وكتخدم العقل ديالك باش تخيل هادشي اللي كنقول لك تخي راسك فواحد البيت واقف وانا واقف حداك تخي بيان بارفي بحال هكذا حنا واقفين في داك البيت انا شاد لك يديك بحال هكذا لي حسب حتى ثلاثه وثلاثه نزول يدي غادي تخيل انه في هذه اليد كاين واحد المغناطيس واحد الليمون هنا قوي بزاف غادي تخيل اللون ديالو تخيل الشكل ديالو لاصق هنا في يديك وهنا هذه اليد هذه غادي تخيلها واللاز ديال الحديد تري بيان بارفي بحال هكذا الوغ اتونسيون كون دو 3 كتخيل داك المغناطيس اللي كنديرو هنا داك الحديد اللي كاين هنا ملي غادي نزول يدي غراس على ليماجيناسيون ديالك وانت كتشوف داك المغناطيس وداك الحديد في يدك غادي تشوف كيفاش يدك غادي يبداو يتقربوا لبعضياتهم الوغ اتونسيون افيك لو 1 لو 2 اي لو 3 كتحس بداك المغناطيس وداك الحديد كيتجبدوا عند بعضياتهم تري بيان بارفي كل ما كتخدم مع عقلك كل ما كتحس بداك اليدين كيتجبدوا عند بعضياتهم تري بيان بارفي كنبداو نشوفوا ان انا يدي كيتقربوا هادشي كيعني ان ليماجيناسيون خدامه مزيان تري بيان بارفي داك اليدين كيزيدوا يتقربوا دو بلوز اون بلو كنزيد مغناطيس واحد اخر هنا وديك السرعه كتزاد دو بلوز اون بلو تري بيان بارفي كنشوفوا كيفاش ان اليدين ديالو بداو كيتحركوا لو سوبكونسيون بارفي تري بيان على عينيك كان ديتوندو اي غولاكس نبغيك تقول الناس كيفاش حسيتي دابا ترى ما يمكنش حسيت براسي في واحد العالم اخر ما فهمتش بحال دغمي غير كان كيفكر في داك البيت وفي شي مغناطيس
يدي الحديد يدي كانوا كيتقربوا بزاف يدي كانوا رفتوها هنا ما بديناش ليبنوز هنا هي لو سوبكونسيون علاش لان اون فوا كندخلوا في هذيك الحاله بالهضره كيفاش كنهضر معاه بالطريقه كيفاش كيتنفس فالعقل ديالو داكشي اللي كيبدا يتخيلوا كيبدا يكون في الجسم ديالو غادي نجربوا واحد القضيه بسيطه باش نختموا بها قف بحال هكذا جمع جاك بعضياتهم تنفس مزيان على راسك بحال هكذا بلاتي ملي نحسب المره الاولى بخاطرك غادي تخلي الجسم ديالك يطيح للور اللي عندي واحد جوج ثلاثه خليه يطيح انا هنا باش نشدك تري بيان بافي تري بيان عاود واحد المره الثانيه واحد جوج ثلاثه سير هكذاك دابا كديرها بخاطرك دابا شويه غادي نديروها بلو سوبكونسيون اسالي راسك هكذا تسد عينيك تري بيان عينيك مسدودين غادي تكونسونطرا مع الصوت ديالي مزيان غادي تركز على واحد النقطه اللي كاينه هنا غادي نحطها دابا عينيك مسدودين غادي نحط دوك لو بوان شاد ليكليبر ديالك مزيان تري بيان وغادي تتبع هاد لو بوان بعينيك من الداخل بحال عينيك كيدوروا في راسك الداخل وغادي تتبع هاد لو بوان بحال اللي كتقدر تشوفو برا تري بيان بارفي كنجرب هادوك لو بوان اي اتونسيون كون دو 3 غادي نلصق يدي في الظهر ديالك 1 2 اي 3 تري بيان يدي لاصقه في الظهر ديالوني اي اتونسيون ملي غادي يبدا يجبد يدي غادي تحس بالجسم ديالك كيتجبد اللور الو اتونسيون افيك لو 1 كنجر افيك لو 2 كنزيد اي افيك لو 3 كيتجبد تري بيان بارفي صافا بخير صافا دخلت في واحد ليطاب شكل دخلت في واحد ليطاب شكل وكنحس براسي ما عرفتش هل داكشي شي واحد كيأثر فيه من الداخل شو الى حسوا واحد شويه كتلاحظ كيفاش ان عينو واحد شويه كيكونوا حمرين واحد شويه سي نورمال هنا هادشي اللي شد الشيء اللي شفنا معاه ما هو الا واحد الفاز بريليمينير باش كنشوفوا كيفاش لو سوبكونسيون ديالو كيخدم ونقدروا نصفقوا ليه لا لا خويا فريمون تبارك الله عليك عرفتي وصلت واحد وصلت واحد ليطا ديال وصلتي من دابا حنا باقي ما بدينا والو راه باقي ما بدينا لا نقدروا نقولوا كيف ما تسميوها سي تاكتيف باش كنشوفوا لو سوبكونسي ديالك كيفاش كيخدم كيفاش لي ماجانس ديالك كيفاش كتخدم واش كتثق فيا واش لا واش كتحاول تريزيستي ولا لا عاد كندوزو دونك من لي زيكسيس اللي درنا نقدروا نقولوا حنا بان نقدر نهيبنوتيزا دغيا بيان سور بيان سور انا قلت لك طول موند هيبنوتيزابل طول موند هيبنوتيزابل كاين اللي بالزربه كاين اللي خصو شويه دلواكس كاين اللي خصكم مع شي بلاصه كالم كاين اللي حدا الناس ماشي مشكل كل واحد عنده لا تكنيك ديالو تبارك الله عليك والله تبارك الله عليك فريمون برافو نديرو ان شاء الله شي حلقه اخرى وناخذوا شي وقت كامل نبداو نخدموا اي ابري كندخلوا والله يتمحلف على شي وحدين انا ديما كنحلف على شي وحدين نجيبهم لك يشوف فيك شكرا لك بزاف يا سميرايز